كم الموازنة إن شاء الله في اللمسات الأخيرة الأخوة في اللجنة القانونية مستمرين لإكمال وإنضاج والتصويت وإكمال تقريرهم النهائي. المطالبات تعرف كثيرة، نحن كأعضاء مجلس النواب في مناطق الوسط والجنوب نعتقد موازناتنا قليلة لا تتلائم وكثرة وكبر الإنتاج الذي يصدر من مناطق الجنوب ومحافظاتنا المنتجة كالبصرة والناصرية والعمارة. نحن يعني أكثر من 90% إنتاج العراق هو من محافظاتنا، بل أكثر من هذا الرقم. لذلك نعتقد لابد أن تكون هناك مردودات مادية على الأقل من خلال سعر البترو دولار ورفعه أكثر من 2 دولار.